أهلا بكم من جديد. في السعودية حذرت إدارة التحاليل والتوقعات التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة ابتداء من مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع الحالي. النصيب الأكبر من الحالة المطرية سيكون في الطائف وحفر الباطن، فيما تقدر بالمتوسطة إلى الغزيرة في كل من حائل وجازان ونجران والمناطق الشمالية والغربية للمملكة، بالإضافة إلى العاصمة الرياض. هيئة الأرصاد دعت إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة. ينضم إلينا من جدة دكتور أيمن غلام نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد. أهلا بكم دكتور معنا. أولا، توقعات الهيئة بشأن الحالة المطرية في أرجاء المملكة. أهلا وسهلا بقناة العربية ومشاهديها الكرام. الحقيقة رصدت رادارات الطقس التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هذا اليوم تكونات سحب رعدية ممطرة على طوال المرتفعات الجنوبية الغربية بما في ذلك مرتفعات الطائف وكذلك الرياض والمنطقة الشرقية. هطلت منها أمطار على منطقة الرياض وعلى المنطقة الشرقية، كما تشير نماذجنا العددية التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والخاصة بأجواء المملكة العربية السعودية بأن هذه التكونات سوف تستمر بمشيئة الله تعالى مساء هذا اليوم على المرتفعات الجنوبية الغربية والمرتفعات الغربية ومحافظة الطائف والشفا، كذلك شرق منطقة المدينة المنورة بما في ذلك منطقة القصيم، منطقة الرياض خاصة الأجزاء الغربية منها. تكون هذه الأمطار حقيقة غزيرة على منطقة القصيم والمناطق الواقعة غرب منطقة الرياض وكذلك المناطق الشرقية من المدينة المنورة ومكة المكرمة. تستمر هذه الأمطار إلى يوم الغد، حيث بمشيئة الله تعالى جدة سيكون لها نصيب غدا في صباح يوم الاثنين، تكون أمطار متوسطة على السواحل بما في ذلك السواحل منطقة المدينة المنورة. الأمطار مجملا تستمر إلى 3 أيام قادمة، ثم الأسبوع القادم تعاود هذه الأمطار تكوناتها. ولكن ما نود التذكير به بأن هناك أمطار غزيرة سوف تكون في المناطق اللي هي منطقة القصيم ومنطقة الرياض غربا والأجزاء الشرقية منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، قد تتأثر العاصمة الرياض بتلك الأمطار بمشيئة الله تعالى إن شاء الله. دكتور، تحدثتم عن أمطار غزيرة في مناطق معينة، وكذلك حذرت الهيئة من جريان الأودية خصوصا في الطائف وحفر الباطن والباحة. أبرز تعليمات الهيئة ويعني نصائحها للمواطنين بهذا الشأن. نعم، الحقيقة الهيئة وعبر الآلية المتبعة لإبلاغ الجهات الحكومية عن الظواهر الجوية الشديدة قامت بدورها تكاملا مع الجهات ذات العلاقة، وأرى بأن تكون هناك اللي هو المواطنين ومن يرتاد الحقيقة الأودية وقت جريان السيول بأن يكون على حذر وأن يمتنعوا عن هذه الظاهرة السلبية، لأن هناك أمطار حقيقة غزيرة سوف تخطر على المناطق التي ذكرناها وقد تجري على إثرها السيول وتكون مناطق خطر ما لم يستمع إلى الجهات المعنية مثل الدفاع المدني وغيرها من الجهات. طيب، هل تنصحون دكتور بتعليق الدراسة خصوصا في المناطق التي تشهد أمطار غزيرة وجريان الأودية، أم أنه الأمور ستسير بشكل احتياطي؟ هناك الحقيقة جهات معنية بتعليق الدراسة وهي اللي هي وزارة التعليم، لكن هناك تنسيق مستمر بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبين وزارة التعليم. نعطيهم التعليمات ونعطيهم التوقعات الجوية ومدى غزارة الأمطار في المناطق، ثم هناك من يقرر اللي هو تعليق الدراسة في المناطق بحسب غزارة الأمطار فيها وحسب البنى التحتية في تلك المحافظات والمدن. طب ما يتم تداوله دكتور أنه الظاهرة والحالة المطرية التي تشهدها المملكة اليوم حتى الانخفاض الجوي في الشمال هي ظاهرة غير مسبوقة، هل هذا صحيح أم هناك تصحيح للمعلومة؟
نعم، الحقيقة لاحظنا كما لاحظتم في وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك من يدعي بأن هذه أمطار تاريخية وهذه أمطار غير مسبوقة، وهذا الكلام خاطئ تماما. عندنا في الأرصاد، في الهيئة العامة لأرصاد وحماية البيئة، كما ذكرت نماذجنا العددية الخاصة المهيئة لطقس المملكة العربية السعودية. هناك من يستقرئ بعض النماذج العددية الخارجية التي تعمل بمعلومات الحقيقة قد تكون على مستوى عالي ونطاق شامل للعالم ولا تعطي معلومات دقيقة. الأمطار متوقعة، الأمطار عادة ما تحدث في شهر أكتوبر شهر نوفمبر من المواسم المطيرة في المملكة العربية السعودية، ولكن ما يميز هذه الحالة قد تكون هي شموليتها، فهي على نطاق واسع من عدة مناطق وتكون غزيرة على عدة مناطق، وهذا قد يكون الاختلاف. ولكن بعد ما تنتهي الحالة المطرية بإذن الله سوف تقوم الهيئة العامة لإرصاد وحماية البيئة بدراستها وتجميع معلومات كميات الأمطار بها، وسوف تحدد بمشيئة الله تعالى هل هي كانت أمطار اللي هي غير مسبوقة أو أمطار عادية من حيث الكميات ومن حيث أماكن تساقطها. طيب، بالنسبة لتوقيت هذه الحالة المطرية دكتور، تحدثتم أنه ستستمر 3 أيام وتعاود الأسبوع المقبل، هل هذا يشمل كل مناطق المملكة التي تشملها هذه الحالة؟ نعم، الحقيقة الآن نحن على مستوى 3 أيام حسب التوقعات. الآن ذكرنا المناطق المتأثرة، أما الأسبوع القادم فهناك منخفض جوي نراقبه عبر الأقمار الصناعية قادم من شرق البحر الأبيض المتوسط، سوف يمر على الأجواء الشمالية من المملكة. سنصدر وقتها تقاريرنا حتى تكون أكثر دقة بمشيئة الله تعالى عن المناطق المتأثرة بهذه الأمطار. يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا على تواجدكم معنا وهذا الشرح. من جدة دكتور أيمن غلام نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد، شكرا جزيلا لك. ومعنا من الرياض هذه المرة مراسل العربية عبد المحسن الحربي. أهلا بك عبد المحسن، كيف تبدو الأجواء في الرياض؟ دعنا في المشهد من حيث أنت. أهلا سهام، أخيرا ابتسمت الرياض وابتسم سكانها الذين كانوا ينتظرون هذه الحالة المطرية التي سبقت الرياض لمناطق أخرى، وكانت بدأت هنا في الرياض منذ مساء الأمس ومنذ ساعات الصبح المبكرة اليوم، حيث سبقتها رياح مثيرة للأتربة. بعد ذلك بدأت الحالة المطرية بالتصاعد إلى وقتنا الحاضر ووقتنا الحالي، ومن المتوقع أن تستمر إلى يوم الخميس القادم. كما أن الحالة العامة في الرياض مستقرة، لا يعني لم يكن هنالك إيقاف للدراسة، ولم يكن هنالك أيضا على 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 الطرقات أي ازدحام، ولم يكن هنالك أي تكدس للمياه أو تكدس للسيارات، كان زحاما طبيعيا. وكان يعني منذ الأمس كان هنالك مطالبات في مواقع التواصل الاجتماعي أن تنظر وزارة التعليم لهذه الحالة المطرية، إلا أن الوضع مستقر والكل يذهب إلى عمله وإلى جامعته وإلى مدرسته بشكل سهل ويسير وكما هو معتاد بشكل يومي. الحالة التي فرقت اليوم عن سنوات الرياض الماضية كان بسبب مشاريع السيول التي استحدثتها منطقة أو أمانة منطقة الرياض، على سبيل المثال مشروع وادي السلي، وكذلك عدد من المشاريع التي أصبحت جاهزة للاستخدام، وهنالك بعض المشاريع الأخرى التي لا زالت قيد التنفيذ. الحالة المطرية، الحالة في ضواحي الرياض لا زالت يعني ممطرة، وهنالك بعض السيول التي جرت في بعض الأودية، بعض المنتزهات البرية اكتظت في المياه، ويتوقع أن تشهد ازدحام شديد جدا في عطلة نهاية الأسبوع، خصوصا أن أهالي الرياض يعني ينتظرون هذه الفرصة للذهاب للمنتزهات البرية. كل شيء على ما يرام، ومن المتوقع أن تكون هنالك كما أعلنت هيئة الأرصاد أن يكون هناك حالة مطرية، وفي متابعة مستمرة لهذه الحالة
وزارة التعليم ستكون بكل تأكيد حاضرة فيما إذا كانت هنالك حاجة لإيقاف الدراسة أو مطالبات لهذه الحالة. طب نشاهد من خلفك عبد المحسن يعني حركة سير، يعني هل من تعليمات صدرت بشأن الطرقات وحركة السير أم كله يسير وفق الاعتيادي؟ صحيح، لا لم يكن هناك تفيدات ولكن توجيهات، ولكن كان هنالك لجنة مشكلة من مديرية الدفاع المدني التي تتابع هذه الأجواء، تتابع هذه التغيرات في الطقس، كذلك التوقعات بالحالة المتقلبة للطقس خلال الأيام القادمة. حالة السير تسير بشكل طبيعي جدا، هنالك ازدحام ولكن كما هو معتاد وكما هو متعود عليه في الرياض ازدحام طبيعي، وان كان هنالك ازدحام لا يعني لا يشكل ظاهره او يشكل حاجه غير معتاد عليها في الرياض. شكرا جزيلا لك عبد المحسن الحربي مراسل عربيه، حدثنا مباشره من الرياض، شكرا لك.